أبدأ مع حضرتك بغلاف التايم. يعني إيلون ماسك لما يكون على غلاف التايم السنة اللي فاتت كان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوة في العالم في كل الأشياء، ولكن السنة دي إن يكون في رجل أعمال وصاحب بيزنس زي إيلون ماسك، فأكيد ده محتاج يعني تفسير من حضرتك. هو طبعا مجلة تايم اعتادت انها تختار شخصية العام من سنة 1927، وكان اول شخصية اتحطت على غلاف التايم كشخصية عام كان تشارلز لاندبرج اللي عبر بطيارته المحيط. الحقيقة ايلون ماسك ليس الحقيقة رجل اعمال بقدر ما هو مخترع وصاحب خيال خصب جدا، والحقيقة أيضا أنه مش بس التايم اللي اختارته إنما أيضا نيوزويك وكثير من مراكز الدراسات الاستراتيجية، بل أن هناك دراسة عملها 5 من أكبر علماء الطب في المخ والأعصاب عن تركيبة عقلية هذا الرجل، إلى حد أن هذه الدراسة ذكرت أنه له عقل جبار حقيقي وخطير جدا. ولولا أنه قد حول قوة هذا العقل للاختراع وللخيال وللبشرية كان من الممكن أن يكون في اتجاه معاكس تماما، اتجاه مدمر. إيلون ماسك اتولد في 28 بالظبط كده، يعني لأنه هو الحقيقة كشف أنه قد أصيب بما يسمى بمتلازمة سبرينجر اللي اكتشفت 1944، وهي نوع مخفف من التوحد، ولكنه بيجعل الصبي الصغير شارد الفكر وبعيد وصعب ان هو يلتقي بعلاقات اجتماعية مع اقرانه، التفاهم الاجتماعي بيبقى معدوم الى حد ما. اتولد ايلون ماسك في 28 يونيو 1971، بين قوسين ده على فكره اليوم اللي انا اتخرجت فيه من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، لكن دي قصه يوم العظماء تانية. بقى. المهم ان هو لا على كل حال هو اتولد في بريتوريا العاصمه السياسيه لجنوب افريقيا. الام كانت عارضه ازياء من اصول كنديه، والاب كان بحار وطيار وله كثير من الاعمال الاخرى. وهو عمره 10 سنين أرى إيلون ماسك ما يمكن وصفه بأهم 10 كتب يجب أن يقرأها الإنسان حتى يستفيد من أي مهنة في حياته. مش عايز أقول إنه يبقى مثقف، لكن على الأقل تكون بمثابة العمود الفقري لثقافته. 10 سنين. الحاجة الأخرى أنه في هذا السن أو يمكن في 11 سنة قدر يتوصل للعبة إلكترونية اسمها بلاي ستار وباعها ب $500، ودي كانت أول فلوس يكسبها وعنده 11 سنة. وهو بيعاني من التوحد، لكن نوع من أنواع التوحد متلازمة بيعاني بالظبط. الأخطر من التوحد أنه في الحقيقة كان الأب شديد القسوة لدرجة أنه قد أعلن أكثر من مرة أنه يكره هذا الرجل. وبسبب قسوة الأب الأم أخذت ماسك وراحت على كندا، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في سن 11 أيضا وجدنا أن نبوغ إيلون ماسك وسط زمايله أثار الحقد، ومن ثم تعرض للتنمر وألقي من أعلى سلم في المدرسة، يا خبر أبيض، يعني تقريبا من 4 5 أدوار بتدحرج على السلالم ودخل المستشفى. وهنا بنجد انه يعني حالته النفسية كانت سبب اساسي جدا في انه يتحدى نفسه على حد ما ذكر فيما بعد. يتحدى نفسه وتحدى اسرته وتحدى المجتمع في الولايات المتحدة ثم يتحدى العالم الان، يعني